السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن المستويات وتقسيم اللغة العربية، مستويات اللغة العربية إلى لغة التراث واللهجة العامية وبينهما الفصحى المعاصرة أو المعيارية، نأتي إلى القسم الثاني وهو تقسيم المستويات باعتبار الأداء. وسنرجع في تقسيم المستويات إلى أهم معيارين لتقسيم وقياس الأداء، وهما معايير المجلس الأمريكي أكتفل ومعايير الإطار الأوروبي. بالنسبة لمعايير أكتفل، يقسم المستويات إلى 5 مستويات أساسية: المبتدئ والمتوسط والمتقدم والمتميز والمتفوق. هذه المستويات جعلها كالهرم المقلوب، تكون هنا الدائرة أضيق في المستويات الأولى، من ناحية الثروة اللغوية تكون محدودة، من ناحية الاتصال التواصلي مع الآخرين والإنتاج اللغوي يكون ضيقا، وكلما ارتقى في المستويات وتقدم اتسعت دائرة الثروة اللغوية، دائرة المجالات والتعبير في المواقف الاتصالية وغيرها، إلى أن يصل إلى المستوى المتفوق. وهذه المستويات في الحقيقة قسموا المستويات الثلاثة الأول إلى ثلاثة مستويات فرعية. جعلوا المبتدئ ينقسم إلى مبتدئ أدنى وأوسط وأعلى، والمتوسط يتفرع منه أدنى وأوسط وأعلى، والمتقدم يتفرع منه أدنى وأوسط وأعلى. فالثلاثة مستويات الرئيسة الأول تتفرع منها ثلاثة أخرى: أدنى وأوسط وأعلى. هذا بالنسبة لمعايير أكتفل، بعد أن اعتمدت 5 مستويات: المبتدئ والمتوسط والمتقدم ثم بعد ذلك المتميز والمتفوق، فرعت من الثلاثة الأول ثلاثة فرعية: أدنى وأوسط ومتقدم. بالنسبة لتقسيم الإطار الأوروبي، المستويات بحسب الأداء قسمته إلى مبتدئ ثلاثة: مبتدئ ومتوسط ومتقدم. طبعا في المستوى المبتدئ، المقصود في المستوى المبتدئ من ناحية التعليم والإدخال اللغوي تنمية المهارات الأساسية اللازمة لعملية تعلم اللغة الثانية، من المفردات والتراكيب والأصوات، وتوسيع في المهارات الأساسية، التأكيد عليها وتثبيتها. كما أخذنا أن الاستماع له في المستوى المبتدئ 40% استماع، و40% تحدث، و15% قراءة، و5% كتاب. هذا بالنسبة لمستوى المبتدئ، بناء وتأسيس العناصر اللغوية والمهارات الأساسية اللازمة لعملية التعلم. في المستوى المتوسط يأتي التأكيد والتثبيت والتوسيع لتلك المهارات والعناصر اللغوية. لذلك عندما تحدثنا عن النسبة وجدناها في المستوى المتوسط 40% استماع وتحدث، أما في المبتدئ 80% الاستماع مع التحدث. فتتوسع دائرة المتوسط في توسيع المهارات وزيادة الثروة اللغوية. لذلك وجدنا أن في مهارة الإنتاج أو هي القراءة، وجدنا أن نسبتها زادت في المستوى المتوسط. بعد ذلك المستوى المتقدم، وفيه يأتي مرحلة الإنتاج والانطلاق اللغوي والسعة في التعبير. والإطار الأوروبي في هذه المستويات الثلاث يقسم كل مستوى إلى مستويين فرعيين، يعني يقسم المبتدئ إلى أول وثاني، والمتوسط إلى أول وثاني، والمتقدم إلى أول وثاني. وبذلك تكون كل مستويات عنده 6 مستويات. إذن معايير أكتفل تقسمها إلى 5 مستويات رئيسا، ثم بعد ذلك يأتي هذا التفريع من كل مستوى في المستويات الأول الثلاثة الأول إلى 3 فرعية. أما معايير الإطار الأوروبي فهي تجملها في 3 رئيسة، ويتفرع من كل هذه الثلاثة يتفرع مستويان أول وثاني. وبهذا نكون قد أشرنا إلى المستويات إجمالا إلى أقسامها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.